بدأت القضية بإنشاء الشركات الخليجية قد تكون الشركة الخليجية الأولى أو الثانية بحسن نية شركة جادة وتنتظر تفتح بالكويت على أساس أنه والله تباع بأضعاف أسعارها يعني لأن الشركة المماثلة لها بالكويت كانت أسعارها بالعالي بحكم أن السوق محدود وما في شركات وايد وفي أموال كثيرة بس هذا الأمر ما توقف روح المقامرة والقمرشية وغيره قال أه مدام غيري سوى شركة حقيقية ما أنا أعمل شركة خليجية أي حاجة نسميها ما نسميها ما ودي أطرح اسماء بس بأنشطة أصلا مو موجودة بالخليج يعني ما ودي أقولها لأن في شركات أنشئت بأسماء وهمية وبأنشطة وهمية المهم هذه مرحلة بدأت تتداول بالكويت على معطى أنت أنت تشتري المستقبل ما حد قاعد يطالع الشركة أنتجت أنجزت في شغل المؤسسين قاعدين فيها ولا باعوا على الناس ومشوا ما حد قاعد يطالع كذي وهذه بدايات المناخ ونفس وروح المناخ اللي راح نتكلم كذلك شنو صار بالمناخ وبعده واللي انا اعتقد انه اثر حتى على قضايا مصيريه زي الغزو وغيره. هناك من كان يقول ايضا بان ليس فقط الذين نراهم بالسوق اللي احنا كنا نسميهم يعني باللغه الدارجه هوامير المناخ وما وايضا يعني وكافه شرائح المجتمع لم يبقى هناك رجل يعني بالغ العمر، خلينا نقول عمره 20 و21 مهما كانت وظيفته، حارس مدرسه، شرطي، ضابط، طبيب، مدرس، معلم، الكل كان له مبلغ او مثل ما قلت تحويشه العمر وكان واضحه بالسوق. ليس فقط هؤلاء انما كنا نسمع ايضا ان هناك زعماء دول يعني ضخوا اموالهم في السوق. ففي يوم انا قاعد بالمكتب كنت اداوم دوامين الصبح والمساء تخلت علي مجموعة من التجار وأنا يعني أهم بالانصراف من المكتب بعد يوم طويل ومعاناة فقال, فقال لي واحد منهم لا عبد الله ارجع ارجع مكتبك نبيك تكتب قلت له والله أنا مستوي تعال باشر قال لي حط أتعابك فأنا علشان أبعدهم وخليهم يعني يتركوني يبطلون حطيت رغم خمسة ألف دينار عندي أنا هذا الكلام يعني بسنة واحد حطيت خمسة وعشرين ألف دينار طلع دفتر الشيكات وشخط شيك وعطاني إياه والعقد اللي, اللي كانوا يبونه عقد شركة محاصة يعني ثلاث صفحات أو صفحتين ونص وأنا بدرب عليه دربة جيدة أكتبها وأنا مغمض يعني فكتبته وأخذت ال وعشرين ألف دينار عن ساعة الأربع بالضبط اللي قعدتها اخدمهم فقلت لهم الحين انتهى الدوام ما عندي طباع قال لا اعطنا اياه احنا نطبعه بعدها تقريبا بشهر تصل فيني نفس الاخ التاجر وقال لي احنا رايحين دبي ودنا تكون قانوني يعني معانا ونستانس بصحبتك كلام طيب يعني طياره خاصه انا اول مره بحياتي اركب طياره خاصه رحنا الى دبي عند الحاكم رحمه الله عليه ذاك الوقت الشيخ راشد وكان يعني شوية متوعك لكن من كرمة سمح للجماعة الكويتيين التجار أنهم يعني يدخلون عليه يعتبر المسألة أهلاوية فواحد منهم يشرح يقول يا طول العمر إحنا راح نسوي شركة جامبو كبيرة وراح يكون رأس مالها مليار دولار يعني ونبي نأسسها في دبي فهو ما رد يعني رد رد الرجل الحكيم المسؤول عن اقتصاد بلد قال يصير خير ان شاء الله يصير خير وبس انا بعد بعد ذلك ردينا للكويت لل ويقولون ايه الحين خلاص الشيخ وافق يا جماعه الشيخ ما وافق يقول يصير خير بس ما عندكم شيء كتابي او توقيع قال يا عبد الله شغل قانون هذا خلى انتهى انتهى عصره يعني واسمع بالسوق الجامبو 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 هذه الشركه اللي انا كاتبها انا اللي مسويها كم سعر السهم دينارين يه هذا الصبح العصر دينارين ونص من باكر ثلاث دنانير فهذا يعني يدل على ان المسائل وصلت حد الجنون وعدم الثبات المسائل عايمه في جو ما تعرف يعني هي راح تطيح وتطيح البلد وياها ولا راح تطلع وهذا يعني بفضه الله اعلم شنو شنو اللي فيه. انا كنت اشتري الاسهم الخليجيه مو ما اقول ما شريت، شريت انا ما اشتري الاسهم الخليجيه رخيصه بالنسبه لي وشريتها كلها، لما اشتري الاسهم الخليجيه كلها شو يصير بالسهم؟ وبعدين اللي باعوا الاسهم الخليجيه وشروا باعوا مده باعوا مده يردون يشترون يذرون الاسهم وين هي؟ عندي. وكثير من الناس هناك التجار أسسوا شركات مقفلات وأسسوا المزيد من الشركات الخليجية و... وفي بعض الشركات هذه يعني هم أوضاعها المالية تأثرت سواء الخليجية أو الكويتية المقفلة إن أصحاب المهن يقول كان قاعد بمهنة بعد دراسة شيء راسي وأنا أدرس وأرجع ومعاشي ألف دينار وهذه طقه واحده باليوم بحصل لي مليون دينار ايش بعد بالوظيفه تمت استغلالات طيارين مهندسين محامين صياد لا اطباء الى اخره الى اخره قدموا استغلالاتهم وتف... وتفرغوا للسوق اللي هم ما يفهمون فيه مثقال ذره صحيح مهندس كبير بس ب... بالبورصه مو فنة هذا مو مو مجاله بدات النفوس تضعف بدات الاستفاده كذلك حق المسؤول بأي مسؤول عنده قدرة على الترخيص عنده قدرة على السكوت عن الممارسة الخاطئة وغيره يعطى المال ويسكت عما يحدث ويقنى بالمال بعدين قالوا ايش احنا نتعب رايحين رادين على الخليج ما نعملها بالكويت شلون قال والله في بالقانون شركات اسمها المحاصة والشركات المغلقة المحاصة والمغلقة هذه شركات بين أفراد قليلين يسوون بينهم شركة والله وعبد عبد اللطيف ابو احمد بغيره يكون هو مسؤول الشركه وبهذا الشكل لا هي للتداول وممنوع بيع اسهمها وغيره انما لما استطاعوا ان يروا ان الدوله التزمت الصمت لان النواب دخلوا بالسوق والمسؤولين وغيره بداوا ان ليش نروح الخليج ونرجع ما نسوي هني شركات محاصه شركات مغلقه على نفس الطريقه جماعه تتجمع تأسس شركة تبيع السهم الشركة تبيع السهمها وهي لا تكونت ولا اشتغلت ولا شيء مجرد شتي عندك ان الشركة هذه انت مؤسس لها عندك مليون سهم فيها سعر السهم خلنا نقول كذي مجازا بامية فلس تنزل السوق بالمناخ اللي هو سوق اساسا غير رسمي تبيعها بميتين اللي يشتريها بميتين يبيع ب 300 300 400 500 والشركه حتى اصحابها باعوها ولا حد سال هذه الشركه او هالورق هذا له صفه لو انا ما دفع لي او فلست الشركه ما حد سال انا اخذ السهم الخليج ب 100 فلس يصير بعد يوم ب 250 فلس هم اللي كانوا كبار المتعاملين بالسوق يعني هم كانوا يعني متحكمين بالتعامل بالسوق بالشراء والبيع ولكن في يعني يمكن شخص او شخصين كان تعامل معهم كبير جدا في ذاك الوقت يعني ويعتبرون هم المسيطرين على السوق يعني انا فارس المناخ لان انا شريت الاسهم كلها كل الاسهم شريتها شرى السوق هو شرى المحلات على اساس يصير مجموعه يتعاملون بالسوق الاسهم مضاربات تصير كجمعه كانت كانوا يقولون كلمه يعني قاتله وانتقدتها في سلسله مقالات في حينها حط عقلك برا السوق ودخل السوق لا تكلمنا عن وين الشركه شلون هذه مو فلو فلوس حقيقيه الناس تعبانه عليها هو سوق المناخ يعني بيني بينك التعامل فيه صار يعني مستمر من الصبح يبتدون الساعه 9 10 الصبح الى 1 2 بالليل حتى فتره الظهر يتغدون بمكاتبهم من 9 الى 1 لا اكو ناس للفجر للصبح بعد صفقات بالاجل هذا يبيع على هذا وهذا بي على هذا وهذا يبيع على هذا وهذا بيع على هذا بس كلها فلوس ورقيه يعني مش كاش لا اما يعطيك صاحبه المقابل نقدي وترجع له شيكه او تروح البنك في التاريخ المحدد مع انه قانونا ما في شيك اسمه شيك اجل الشيك يستحق بمجرد الاطلاع اطلاع البنك عليه حتى لو تاريخه سنه 2040 يستحق الشيك فورا يعني بس البنوك كانت تساهل وتحط تخزن هالشيكات عندها وفي الموعد تنزلها بالحساب وتخصم هم ياخذون الشيكات اللي يبونها مني يودونها البنك يخصمونها انا ابي من الناس والناس ما اعطتني وشكيت عنهم تقول بالتقادم يعني بالتقادم يعني بلع وانا دائما كنت انصح بعض المتعاملين بالسوق لا ينجرفون وكنت انصح بعض المتعاملين اللي يبيعون بيوتهم قلت السكن الخاص لا تتصرف انك تبيعه هذا السوق يعني فيه المغامره قد تنجح او قد او او, أو قد تسقط ولكن اذا سقطت بيتك بايعه وين راح تسكن وكذا فانا افضل ان البيت لا تجيسه لا تبيعه ففي ناس تصرفوا بهذا بيوتهم توهقوا بعدين بالاخير ومشاكل كثيره حصلت بالمجتمع من جراء ازمه سوق المناخ ولكن انا كان دوري في ذاك الوقت والله كنت اوجه انصح يعني لكن الناس ما تسمع الكلام في ذاك الوقت كل من كل من برايه وكل من يبي يشوف فلان ربح له مليون ربح مليونين وهذا فلان ربح له كل واحد يبي يصير تاجر كل واحد يبي يحقق مكاسب وما لا تقدر تلزم الناس في ذاك الوقت يعني كل واحد حر برايه يعني لكن اللي علينا احنا يعني ننصح يعني ف فالانسان لابد يكون عنده بعد نظر، لابد يكون انا انسان كان عندي بعد نظر لا مشكلة نفسي مع احد ولا 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 انا من المتعاملين بالسوق من مؤسسين السوق انا، انا اول مكتب فتح بسوق المناخ سنه 1979 مكتب منصور ابو الملح هو انبار كمان لفليج هذه البونات عقود البيع عندي مو فيها الى حد الان موجوده اذا تحبون تطلعون عليها تطلعون عليها مكتبي انا اول مكتب سوق المناخ انا مؤسس سوق المناخ <applause> احنا نتكلم عن بلد صغير صحيح الله حبابي ثروات نفطيه وخير والى اخره بس كان حجم المديونيه اللي هذه في المعاره مالت السوق حسب ما يعني عرفت بعدين 27 بليون دينار يعني تكلم عن تريليون وزياده بعد يمكن دولار نتكلم احنا عن الثمانينات اوائل الثمانينات الرقم هذا كان قليل التداول حتى في الاقتصاد العالمي ما بالك في اقتصادنا في دوله الكويت في هذه الاثناء بدات يعني مثل ما قلنا ان اموال تضخ اكثر بزياده حتى وصلنا الى بدايات صيف 82 يعني شهر خمسة او شهر ستة بدات يعني بدا مثل ما يقولون هناك يعني المسؤولين بالدوله وايضا اللي يعملون في البنوك يضعون ايدهم على قلوبهم خلاص يعني وصلوا الى مرحله ان يعني هذه المرحله ان وصلنا السقف وصلنا الفقاعه فبدات البنوك تاخذ قرار بان اللي هو يسمى الكولاترال اللي هو الضمان كان المقترضين من سوق المناخ ياخذون قرض من من البنك ويضعون ضمان الضمان يا اما عقار واما اسهم يعني بالكويت معروف ما عندنا ما عدا طبعا قروض المستهلكين اللي تكون براتب عندنا الضمانات عباره عن اما اسهم واما عقار كانت البنوك تاخذ تقرض بضمان بنسبه ب... ب... خصم 70 او 80% يعني المقترض اذا جاب ارض قيمتها مليون بالسوق البنك يقيمها ب 300 الف او 200 الف او 250 الف وان القاضي يكون بحدود 200 الف نسبة خصم لأن كانوا عارفين أن الأسعار أسعار الأصول سواء كانت أراضي سواء كانت أسهم وما إلى ذلك بدأت ترتفع بأسعار غير معقولة وكان في بناية موجودة بالدروازة يعني المنطقة هذه عبارة عن بنايات بناية كانت موجودة سنة 79 كان قيمتها 250 ألف دينار ارتفعت في سنة 80 إلى نحو مليون في 82 يعني طبعا اتكلم عن فوره المناخ كان قيمتها 4 ملايين دينار في عام 82 يعني خلال ثلاث سنين من 250 الف الى 4 ملايين يعني ليس فقط 10 اضعاف انما 16 و 17 ضعف خلال ثلاث سنين في عام 82 شهر 4 وشهر 5 لما وصل قيمه العقار الى 4 ملايين في نهايه السنه نزل الى مليونين يعني فقدت نص وبدات تفقد قيمتها ولكن يعني مثل ما يقولون هذه ضريبة دفعها الكل ليس فقط المتسبب أحيانا يعني ما جناه المناخ أماتا ما جناه المناخ على الاقتصاد إن خيراته قد ما كانت أصابت الكل لكن لما وقع أو صارت الأزمة ضرر كان على البلد ضرر كبير أنا أكبر أرض شريتها من يابر لعلي من يابر هني عند قبال المستشفى، مستشفى مبارك اكو ارض ممتده من, من المستشفى الى الدوار. شريتها من من دعيل يابر وموافقتها واكبر ارض شريتها اللي هي في بول حصاني هذه بس بعد والباقي كله كلها صغار يعني. هذه مرحله انشئت بها شركات المحاصصه والمغلقه وغيرها وتضخمت اسعارها هذه تسمى بعلوم الاحتيال في البورصات هذه الفقاعه اللي مثل ما قلنا يبدا الشيء ب 100 فلس يصير 200 يصير 400 يصير 600 اذكر كتبت انا ذاك مقال اسمه من يخسر بالبورصه اذا كل واحد اللي يبيع اللي يشتري 100 يبيع ب 200 ب 200, 200 300 300 يبيع ب 400 اللي شرى ب 400 يبيع ب 500 اللي شرى طيب اكو بورصه بالعالم احد قلت لهم راح احد يخسر الخساره الكبرى راح تجي في نهايه الطريق لما يوصل السعر الى سعر متضخم مثل ما صار ب 76 مع فارق 76 شركات حقيقيه يعني لما ينزل السهم يظل انت قاعد تملك سهم شركه حقيقيه مجرد انه ضخم سعرها هنا انت ما تدري ايش قاعد تملك انا شريته ب 7 مليون دينار من الرئيس ما اعطيته فلوس اعطيته اسهم اسهم مالوت الرئيس اسمها أسهمه هو؟ إيه اسمه اي اسمه إيه إيه. هذا هل... نقدي انا ما ما اعطي ما أعطيتها نقدي اعطي سهم أعطيتها سهم ما بقيمه 7 مليون دينار من مالوته من مالوته بعد اي وقبل فيها اي اسم شركه اسمها مجموعه الرئيس مجموعه الرئيس اي زين هاي طريقتي وبعدين بس هذا اخذته منه ها؟ اخذت المحل من الرئيس بالاسهم اسهمه هو بقيمه 7 مليون اي بعته بكم؟ 15 مليون كاش أسهم لا اسهم بمجموعه اسهم بمجموعه 15 مليون دينار اللي كان اشترك في في سوق المناخ ذاك الوقت اللي سبب ازمه المناخ لابد ان يكون نزع عقله وحطه حط العقل هذا في ماعون وسكر عليه وقام يشتغل بالحس وبالهوى وتبع الناس يعني انا اخشى اقول بعقليه القطيع لكن هو فعلا كان بعقليه القطيع جماعة هناك صرخون سوينا شركة الكل اندفع صوبها أخذ نصيبه وراح مرة ثانية للشرق ولا الجنوب ولا الشمال وأخذ وهكذا تكاثرت الأسهم وفي مقابلها والخطورة هني تكمل الخطورة تكاثرت الشيكات والالتزامات مقابل هذه الأسهم مع أن نحن نقر بأن ما كان يحدث هو نوع من أن جعلت اسم الكويت في الجرائد العالميه ولكن للاسف هناك ايضا نظره اخرى بان ما كان يحدث في سوق المناخ وانا اتكلم طبعا قبل الازمه اتكلم عن مرحله الفوران لان المناخ هو عباره عن مرحله بدايه ثم فوران ثم ال ال الانهيار او خلينا نقول زوال الحلم الازمه كلها صارت قيرة وحسد لانهم فاشلين من الحقد والحسد الأزمة الكويت الحين قاعد من الحين من الأزمة صغيرة وحسد شلون هذا صار فجأة وصل خلال سنة أقل من سنة ونص صار عنده المبلغ مبالغ بروح يتعامل كانوا يقولوا لك حط راسك برا تبي تربح تعال ادخل السوق بس العقل برا وكنت أقول وضمن المقالات أن العكس صحيح العكس صحيح أنت المفروض قاعد تستثمر بشقاك وشقا عيالك وتركب على نفسك ديون وغيره وبدون لا تستخدم العقل وين صارت؟ اغلب التجار والمهنيين محامين محاسبين صيادله اطباء سمي سمهم كما شئت اصحاب رؤوس الاموال، اصحاب العقارات اللي ورث له ورث من من عائلته هذيلا كلهم حسوا انهم يعني ما عندهم حيله، حلالهم كله اما راح او على وشك انه يروح. في مقابل الالتزام اللي راح يسدد هالديون ناس يعني من طقه مرحبه يعني هذا اللي احنا نشوفه بالبورصه يفر المسباح يقول لا اليوم السوق موالم تمام يعني وهو ما يدري وين الله قاطه يعني ولا يدري شنو هالموضوع يدري ان في فلوس راح تجي له ستة اشهر مليون ومليونين وثلاثة وبناء عليه اثر تاثير يعني شديد اجتماعيا واداريا بالكويت انا عندي مبدا رحم الله امرا سامح اذا باع وسامحا اذا شرى تشتري انا اغرب صفقه في واحد من المتعاملين شراء دكانين بسوق المناخ ب 15 مليون دكانين ب 15 مليون احنا استغربنا يعني 15 مليون وفي نفس الوقت باعهم مدة آجل باعهم ما دي مدة سنة أو سنتين مليون خلال مدة خمسة عشر يوم نفس هذا من كبار المتعاملين شرى المحلين خمسة عشر مليون باعهم على كذلك واحد من كبار المتعاملين بثلاثين مليون مدة سنة أو سنتين آجل يعني أنا مرة مع وفد مع جماعة زايريني أمريكان مارين إحنا على سوق المناخ فكنت أقول لهم الدكان مساحته 12 متر سعره 16 مليون دينار كانوا قالوا <applause> وين احنا بنيويورك؟ قلت والله عاد انتم احسبوها وتكونون تكونون فهذه احد الامور اللي انا يعني شفتها امامي فبالاخير حقيقه الكويت مرينا بمراحل كثيره احنا اليوم هذه احد المراحل اللي مرت علينا من السبعينيات واحنا جا يعني من السبعينيات اللي اللي مرت علينا لان انا اتذكر السبعينيات مضبوط بدايتها شلون لان كنت انا اشتغلت بالتجاره من 73 وجاي هي مو نقدي هذه شكات اجره في محل يعني قفريته كانت 5000 دينار سنه 78 هذا المحل اللي باعه بيع لي طبعا باكثر من مره لكن المره الاخيره ب 10 ملايين دينار فبالتالي محل خلال سنتين من قفلية أو خلال سنتين وشيء يعني عشان أكون دقيق من قفلية خمسة آلاف دينار إلى عشر ملايين دينار والمحل موجود إلى الآن بدأ بنشاط ملابس شعبية يديرها ويملكها يمني إلى محل عقار إلى محل لبيع الأسهم وحينما سئل هذا الشخص الذي شرى أو دفع قفلية عشر ملايين دينار في هذا المحل قال أنا أطلع باليومي من 150 إلى 200 ألف دينار تصور فبالتالي هذه كانت ايضا يعني كما قال الفاينشال تايمز هي ما حدث كان عباره عن ليله من ليالي شهريار في ألف ليله وليله لم يكن شيء معقول. ليش القفليات ارتفعت في سوق المناخ؟ صار صار المكتب قفليته ب 15 مليون ب 10 ملايين ب 8 ملايين في اسباب في اسباب. لان صاحب المكتب يوميا من جراء الصفقات كان يدخل ايراد قوي. ايراد بحدود 200 الف باليوم 150 الف باليوم 300 الف في بعض الصبغات من كبار المتعاملين باليوم فهذه الايرادات للمكتب هي اللي خلت المكتب يرتفع بالقفليه يعني اذا انت دخلت لي والله بالسنه ما يقارب مثلا يعني مليونين ثلاث ملايين ايرادات عموله حتما المكتب راح يكون قيمته على الاقل ب 30% من 3 مليون يدخل لك او خله ب 10 ملايين يدخل لك 30%. فهذه الاسعار ارتفعت بناء على دخل مكتب ايراداته من سمسرة عمولته من يعني الاسهم الخليجيه والمقفلات. بيعات باطله، بيعات غير قانونيه، بيعات وهميه، بيعات شيك بشيك بشيك بدون اسس وبدون اصول وبدون اسهم حقيقيه وبدون مقار للشركات وبدون تعامل حقيقي وبدون ان تحقق الشركه ميزانيات وبدون ان تحقق ارباح تباع وتتداول بارباح خياليه كنا على في مؤتمر صحفي لاحد البنوك واحنا نازدين كنا رايحين سوق المناخ واذا راينا شخص يفترش الارض امام مدخل سوق المناخ يبيع سمج زبيدي طبعا كان لان احنا نتكلم عن شهر اربعه فمر احد هوامير المناخ وسال قالك كم رد عليه قال له يعني اللي مثلك ما يسال كم الزبيدي اللي مثلك ياخذ اللي موجود عندي وكلهم كلوين ويعطيني اللي بمخباته واذا بطلع بمخباته مبلغ رزمه اخذ 600 دينار وهذا انا يعني امام عيني مثل ما يقولون وحطيناها بالقبس وبالوطن واذا بان والله طلع 600 دينار قال انا اسف لاني موعد المدام على خاتم واخذ الباجي واذا بمبلغ ألف وشيء يعني كيل الزبيدي طلع مبلغ 4000 وشيء وهذه احنا يعني حطيناها في مانشيت على الصفحة الأولى القبس ثمانية عمود وبالوطن أربعة عمود على الصفحة الأولى وكانت من الأحداث التي يعني راح يأرخها التاريخ هذا الجقاير نحرقها بالدينارة وبالسجارة هذا ما صار من الأمور كذلك اللي تبين الخديعة الكبرى بدأت تنشر أخبار عن أن بالفعل مكتب اربعه بسته والله باعوه ب 14 مليون 15 مليون بخور ب الف هذه ايش سوت؟ هذه في طبقه تجاريه كانت ملتزمه محترمه وغيرها بدا هذا يعي هذا نوع من الصفحه ها اه انا الحين كل هال الوكالات اللي عندي وكل هالعقار, هالعقار لما يمحى الوكالات كل وكال وكاله 100 200 الف دينار مجموعهم مليون مليونين كل عماراتي وعقاري ومجمعاتي أربع خمس ملايين كل اللي عندي سبعة ثمانية مليون مكتب بأربعة بستة بخمسة عشر مليون لا ما أضيع الفرصة وبدأ دخول شخصيات ما كان المفروض تدخل بعضها من التجار التقليديين بعضها من كبار الأسماء اللي صنعوا تجارتهم وقناهم وثراهم بإيدهم في ثلاثة من أكبر الناس اللي بالفعل هذول المفروض مو ما يدخل هذا المفروض يعرف يعني قيمة الفلس والدينار لأنه هو صنعه بتعبه وجهده بس هذول كمان دخلوا من نفس المنظور انه احنا ايش نسوي؟ نسوي مجمعات يه طلع كل مجمعاتنا من اول الشارع لاخره هذه ما تسوى لها مكتب بالمناخ لا خلنا لحق فبدا دخول حتى الناس الكبار البخور يعني واحد إذا بخر مكتبه طبعا البخور يطلع بالسوق الريحه تطلع وممرات ضيقه وبسرعه ينتشر الريحه تنتشر بالسوق والناس تشم فالناس تفتكر ان السوق كله مبخر، لا هو واحد قاعد يبخر نفسه بالمكتب او مبخر مكتبه بس لكن تعرف الناس شويه يعني تكبر تبالغ بالكلام لكن مو معقوله يعني واحد يجيب له كيلو بخور يشتري ب 2000 دينار وقاعد يبخر في السوق، لا هذا الشيء ما صار. يجيبون سمك يبيعونه بالسوق، السمكه تسوى 10 دنانير يشترونها ب 200 دينار، لا هذا الكلام مو صحيح، صحيح في ناس يجون يبيعون سمك انا شاري منهم بالسوق، لكن يجيب لك ثلاث اربع سبيطيه يقول لك والله ب 30 دينار. سمعت؟ هم قيمتهم ب 20 دينار يشتريهم من السوق يبيعوني ب 30 دينار بس. يعني السعر متقبل سعر عادي يعني في قد يكون هناك كلام صحيح لكن انا ارى هناك كثير من المبالغات وايضا في يعني ما حدث ايضا من حوادث واحنا لما سمعنا فيها وكانت حقيقه يعني تاكدنا منها في اكثر من طريقه لان هم اللي كانوا يقولون يعني مو انه والله احد يعني يا نقول طرف حاسد وما الى ذلك لا هم اللي كانوا يفتخرون ان احدهم كان عنده عيد ميلاد فاجر طياره وركب معهم ثمان يعني ثمان هوامير كانوا عباره تكتل كانوا مع بعض اصدقاء ربع رغم الخلافات اللي ممكن بينهم تتكلم عن سوق ذهبوا الى مدريد في 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 اسبانيا وايضا في هذه الليله حدث ما لا يتصوره العقل وكل منكر فعلوه بما ان الكيكه الكبيره التي عندما دخلت الصاله عليهم وفتحت واذا بي يعني والعياذ بالله بامراه عاريه وصب عليها يعني العسل وما الى ذلك و وما وما الى ذلك وانا يعني ما احب اني انا اقول لانه واضح لما تخرج امراه عاريه من الكيكه تعرفون ماذا يعني وهل تريدون من هذا هؤلاء اللي يديرون يعني هل التعاملات لما يوصل فعلهم لهذا الفعل ان يبارك الله في عملهم ابدا يعني اذا منكر بهذه بهذا الوضوح وكان يتفاخرون فيه فهو واضح كان ان العباره عن كل ما كان يرتكبونه للاسف ان كان يغضب الله سبحانه وتعالى، وايضا نحن ايضا بالصحافه احنا دورنا ان نذكر، وعندما حد وكنا نذكر احيانا وكنا نقول ان انا دوري اني انا اسجل ما ارى بحدود القانون العام طبعا، لان هناك ايضا لا نريد ان نجرح القراء، والله في حادثه هذه عندما سمعنا احنا كتبناها وكنا نعطي مسؤولين بالصحافه بالصحف، لم يذكرها بتفاصيلها الا جريده واحده تجرأت وان حطتها على الصفحتين وهذه الجريده ايضا سبحان الله بعدها بفتره بدات تفقد قراءها لان يعني كان خبر غير معقول ما كان عنده ذاك الصخب اللي يقول والله حفلات معه لا الحفلات بالعياد ميلاد عيد ميلادي عيد ميلاد اختي اخوي بالبيت تصير كانت او بشارع عاديه الحفلات نعزم اهلنا جيراننا عيال عمنا عيال بس اي طبيعي قد تكون الاسباب نقص في التشريع او عدم قدره على تنفيذ تشريع واضح وكان القصد لتوريط ناس سمعنا ان اسماء وقصص مثل الف ليله وليله فوق الخيال قصه حمام السباحه والفلوس اللي انترست فيه والطربال اللي تغطى هذا فقط جزء من جبل جليد تكونت فيها ثروات لناس ما زالوا يعيشون معانا الى اليوم وبثراء فاحش وفي المقابل ناس اللي في يوم من الايام كانت زراير دشاديشهم الماس حاليا يعيشون على مساعده من الشؤون من يسال وين الغلط والزر ذهب مثلا ما زر دشداشه شد عادي يعني ما كم مشكله هي شد يعني كنت تجد ان كثير من هؤلاء ومنهم الهوامير اصبحوا بعدما ان كانوا يلعبون بالمال لعب ليس فقط بذخ في كل الاموال كان رزمة كان رسمه الاموال معاهم في جيوبهم وكانها يعني اوراق كلينكس هذا اصبح انه يجلس في بيت لا يملكه ويستلم مبلغ من الحكومه معونه خلي يروحون الشؤون يسالون كل شهر يطلع عليه 300 400 دينار ومحمد ولدي يبي ماي 500 و400 ماي هذا المبلغ هذا عندي عيال انا عندي بيت عندي كهرباء عندي ماي ما ادفع قالوا لي ورا ادفع قلت ما ادفع انتم دفعوا ادفع منين؟ من الاشياء الغريبه ايضا ان احد تجار الكبار الهوامير في سوق المناخ مثل ما قلت ان الدوام كان من السبت الى الخميس كان عنده ستة ايام عند كان يلبس اجلكم الله الحذاء الجوتي على لون السياره وهذه انا شفتها ولانك كنت أسمعها فرحت صورت يعني اذا شفت هذا الشخص رجل أعمال او هامور هامور من هوامر المناخ اذا كان لابس جوتي اسود اجد لكم الله خلاص كنا نعرف ان سيارته وكانت من الروزريز اذا سيارته سوداء واذا لبس كرم سامع جوتي حذاء بني نعرف ان سيارته لون بني اذا ابيض ابيض وما الى ذلك ست سيارات بست جواتي وهو اللي قال حتى حتى يعني كان يقول والله يعني يعني ان انا هذا هذا فلسفتي انا شريت سيارات روز ريزات والله انا شفت بعيني في سيارات عنده روز ريز ومرسيدس وغيره بس ما كنت ما اشوف هال يعني اللي وايد انه اوفر كان كان عادي تكرم يلبس جوتي عادي جوتي اسود يركب بنتلي او مرسيدس او اي شيء لون احمر ماكو مشكله باللون يعني المجوهرات وهذا يعني كواحد عنده فلوس يبي يستانس متى يستانس فيه؟ يعني انا تجيني فلوس ما استانس فيهم اشتري سياره ولا اشتري اي شيء. شيء شيء عادي هذا شيء طبيعي. في مرحله من المراحل كان التعاملات اليوميه تتجاوز 15 الى 20 مليار دينار. يعني السعر انت اذا ضربته في 3.3 اللي هو سعر الدولار انت تتكلم عن 45 مليار و50 مليار دولار تعامل يومي في حين ان اسواق العالم الاخرى يعني خاص وايضا بورصه فرنسا وبورصة طوكيو لم تكن تتجاوز هذه لم يكن يصل لهذه الأموال وفعلا يعني ولم الكل كان يتساءل ما الذي يعني كويشن مارك السؤال الكبير اللي انا حتى الى الان الى الان رغم مرور يعني تقريبا 35 او 36 سنه على هذا الموضوع الى الان السؤال لا ما عندي اجابه واضحه من الذي كان يعني يدفع بعجله او عجله دوران رؤوس الاموال في السوق التي كانت اكبر بكثير من حجم الاقتصاد الكويتي